أهلا وسهلا بحضراتكم. هنعيش مع بعض مغامرة يابانية مثيرة جدا. هاني صلاح وشريف نادر أقنعوا مجموعة كبيرة قوي من نجومنا إن في مذيعة يابانية، مذيعة بتتكلم عربي ملخبط شوية. المذيعة دي عايزة تعمل لقاءات معاهم، والحقيقة كل نجومنا وافقوا على الفور. وأول ما جم اتسألوا أسئلة دمها خفيف جدا، وكانت إجاباتهم دمها خفيف جدا جدا جدا. وزيادة في التأكيد كان هو ده بالظبط اللي بيحصل معاهم. تعالوا معانا. أهلاً بسيادتكم، أهلاً بابن مصر. لقد شاهدنا الأهرامات دكتور صاحي هواس وهين الهليلي سيادتكم. في البداية البعض يطلق على سيادتكم أمير الأغنية الشعبية في مصر، هل هذا صحيح؟ هو طبعا هو في عدة ألقاب بيقولوها لي، يعني أمير الأغنية الشعبية، وبيسميني الواد الجن، وتسمية أخرى مايكل جاكسون مصر والعالم العربي. مايكل جاكسون مايكل جاكسون in Egypt and Arabia. يقولون أيضا أن سيادتكم مطرب الأغاني الحزينة، فأنت خنيت كتاب حياتي يا عين. أي. لماذا أنت حزين في الأغاني؟ لا هو مش حزين، هو أنا يعني أنا حابب بحب اللون الحزين. نعم كتاب حياتي حزين، لكن أنا بطبعي بحب اللون الهادي، اللون الحزين ده. ومما يعني اللون الحزين دايما احنا كشعب عاطفي، فاللون الحزين بيخش القلب على طول. يعني لماذا انتم شعب حزين؟ لا احنا مش شعب حزين، لا احنا شعب حبوب قوي يعني، بس هو يعني تعاطف بتعاطف يعني حبوب شعب حبوب beautiful. لا مش بيوتيفول، انا لا كويس يعني انا اتحدث الانجليزية. طيب شعب حبوب طيب، طيب. شعب طيب طيب كريم كريم، شعب طيب وكريم، وبيحب الحضارة. اي طبعا الحضارة موجودة، طبعا حضارة 7000 سنة احنا معروفين عنها، طبعا 7000 سنة الاهرامات والحاجات دي كلها. لكن بالنسبة للشعب بتاعنا شعب طيب وكريم ومضياف وبيحب الناس كلها يعني. ما رأي سيادتكم في السواق؟ ايه؟ ما رأي؟ ما رأي سيادتكم في السواق؟ ان السوين ما يكون المرأة تتسوق المساواة المساواة في المرأة والرجل يعني. الرجل والمرأة يتسوق المرأة الرجل السواق الزواج يا الزواج الزواج يا رأي أنا في جواز. طبعا احنا عندنا سيادتكم متزوج مثلا انت كأولي؟ انا متزوج، بس هو طبعا احنا عندنا هنا الزواج نص الدين، يعني يقال عندنا طبعا شرع الزواج نص الدين، والزواج في أسرة في بيبي في حياة فاميلي يعني في عائلة. أنتم في مصر تتسوقون أربعة نساء لماذا؟ أربعة نساء لماذا في مصر؟
والله في اليابان واحدة فقط. في مصر أربعة، نيثاء، ميثا أربعة. مش لماذا؟ احنا الدين عندنا بيقول لك مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شكرتكم واحدة أربعة؟ لا مش لا مش كله بيتجوز أربعة. لا كل مصر تجوز أربعة. لا 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 لا. في شاهدنا في سي إن إن بحث عن دراما التلفزيون مسلسل حاكم تولي نور الشريف الفنان كتم مسلسل مصري تزوج أربعة في مصر. المسلسل حاجة والحياة مصري تزوج أربعة. ده بس شوية بس أفهم سعادتك بس. هو يعني مش كل مصري يتجوز أربعة. لماذا كل مصري؟ ما أنا هقول ما مش كل مصري يتجوز أربعة. لا معاه فلوس وقادر ومقتدر ماني هاكي بيطالي اي يتجوز معهوش خلاص. انت معك فلوس كثير لماذا لتسوق اربعة؟ مش, مش شرط انا لازم اتجوز اربعة. فلوس كثير في مش شرط يعني الشرع عندنا ودين يقول مثنى وثلاث ورباع. وان خفتم الا تعدلوا فواحدة. في اليابان يخافون في اليابان واحدة فقط. خلاص هو هنا برضو واحدة فقط يعني بس ربنا. لا اصدق سياداتك معلش دي مساله بقى دينيه معلش دي خليها. اوكي اوكي. مثلتم مع نبيله ايطيط نقمه مصريه في شريط طفئ الرهبه. لماذا؟ انا عملت فيلم اسمه درب الرهبه مع نبيله ايطيط صلاح السعداني احمد بدير خراج الاستاذ علي عبد الخالق. وانا اشتغلت في الفيلم ده. لماذا لم تمثل مع ليلى علوي؟ لا هو مش انا بيا بيت الزيت. لا مش شرط ان انا امثل مع ليلى علوي او امثل مثلا مع نادية الجندي او الاخر من الابطال. لكن انا مثلت مع يعني عملت مع محمود عبد العزيز واشتغلت مع نور الشريف واشتغلت نبيلة عطيت في طرف الرهبة. ايوه وعملت مسرحيات كثيرة يعني مش ومسلسلات. مسلسلات مسلسلات مسلسل مثل عربيسك عربيسك كمال عبد الحميد المخرج جمال عبد صلاح السعداني ايوه اسامة انور عكاشة حسن الاسمر ايوه يعني ده كان في كاست كبير كان في سيد هدوء سلطان وفي صلاح السعداني وفي هشام سليم وفي حسن الاسمر وحسن عبد الحميد يعني جمال عبد الحميد ده المخرج لكن في كاست كبير يعني. هل لكم ابناء اولاد بنات؟ يس. هل ممثل هل مغني مثلا؟ ايه عندي هاني هاني حسن الاسمر هاني حسن مغنيا مثل سيادتكم واقتحم مجال التمثيل مجال التمثيل. لا هو ما اقتحمش يعني هو يعني مش اقتحام هو ترشيح يعني ويعني هو طبعا المخرجين شافوه فطلبوه في الشغل بس. هل لماذا شاتاتكم هيثان أسمر؟ ليه أنا اسمي حسن الأسمر؟ لماذا هل أن شاتاتكم أسمر؟ مع ابيض وعشان انا اسمر البشره يعني البشره بتاعتي سمراء فسموني حسن جميل النيل الشمس النيل الاسمر النيل يعني الماسر القمح لماذا اسمر؟ ما يعني هو عشان ابن النيل بقى انا ابن النيل الاسمر. ايوه على يوجد ابيض في مصر في ابيض في ابيض كتير شاهدت ابيض في ابيض كتير في ابيض وفي اسود وفي قمحي وفي لماذا ابيض لماذا لا شمس لا يوجد شمس في مصر احيانا؟ لا ده احنا بلد الشمس لا القاهره فيها شمس
الاسكندرية لا شمس بكا تافتن. لا 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 ازاي الشمس على على يعني على مستوى مصر بحالها، يعني الحمد لله من فضل ربنا ان الشمس مغطية مصر كلها. من مطرب مصري سيادتك تحب من عبد الوهاب ام كلثوم عبد الحليم؟ طبعا انت اتكلمتي على اهرامات زي اهرامات الجيزه، ابولهول، اي يعني لا يعني منقرة، لا يعني لقد شاهدنا اهرامات الجيزه. شاهدت اهرامات الجيزه طبعا، انت شاهدتيها، انت قلت لي انت بتحب عبد الوهاب، ام كلثوم، عبد الحليم. شاهدتك صوره الاهرامات، قلت لي صوره الاهرامات. اوكي دول كافة. اوكي اوكي دول زي الاهرامات يعني الثلاثه دول. لا افهم سيادتك، هم انهم بني ادم. ما انت مش تخليد يعني، هم يعني تخليد. فين ال افهم يعني احنا عظيم 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 يعني عبد الوهاب، ام كلثوم، عبد الحليم. غنى عبد الحليم في سي ان ان، انا اكره اسرائيل في سي ان ان. عبد الحليم شعبان عبد الحليم شعبان عبد الرحيم عبد الحليم. لا شعبان عبد الرحيم غير عبد الحليم. غنى في غنى شعبان عبد الوهاب عبد الحليم شعبان لا مفيش حد عبد الحليم شعبان. عبد الحليم حافظ، ام كلثوم، ام كلثوم، عبد الوهاب، دول شعبان. انا نكره اسرائيل. لا 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 لا. اوكي اوكي. احدث اغاني سيادتكم، احدث اغاني. متشكرين، ثانك يو فيري ماتش. متشكرين هواي عفو، العفو متشكرين، العفو في مصر متشكرين العفو. لا احدث اغاني سيادتكم، احدث اغاني. متشكرين. الاغاني العفو العفو الاغاني في احدث اغاني. اي جاي كلاب كلاب في الكلاب. متشكرين على الالام وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح. تاني تغني متشكرين على الالام وعلى الراح. الجراح الجراح. متشكرين على اللي عدى واللي راح. اللي راح دي اسم الاغنيه متشكرين. فهمت. ثانك يو فهمت. لا 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 على مولى ماس متشكرين على عفو، متشكرين على عفو. اي لا لا اي تغني سيادتكم تحب تحب تغني سيادتكم حتى تغني الان؟ لا تحب تغني الان صغير صغير. اوكي متشكرين صغير. متشكرين على الالم وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح. متشكرين على الألم وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح. فاكر اني هندم على اللي فات، لا لا على الحنين والذكريات، لا لا فاكر اني هندم على اللي راح. انا نسيت شكلكم نسيت نسيت. فاكر اني هندم على اللي راح. اللي راح كي صوتكم جميل، صوتكم جميل جدا وانتم طيب جدا. ميرسي شكرا. انتم اصحاب الهطارة الفرعونية والنيل العظيم، ما رأي سيادتكم على سهمام في النيل؟ رأي في ايه؟ على سهمام في النيل. على استحمام في النيل؟ خطأ طبعا. لا ما رأي سيادتكم شاور يعني شاور. نعم ما تقولي استحمام في النيل. الاستحمام في الأصل يوكو هاتسون في الاستحمام بالأثار في النيل. استحمام نعم او نو الاهتمام بالاثار. الاهتمام الاهتمام بالاثار بالنيل. الاهتمام بالنيل.
والاهتمام بالنيل، الاهتمام بالآثار. أي طب الاهتمام بالآثار والنيل طبعا حاجة طبعا، لأن النيل ده ثروة قومية بتاعتنا. والآثار برضو ثروة قومية يعني. فلازم هنا عندنا في بلدنا بيهتموا بالنيل وبيهتموا بالآثار. طبعا السياحة، عشان السياحة طبعا، عشان اللي في اليابان اللي في اليابان يجوا يشوفوا شاهدنا الأهرامات والأهرامات والهاني الخليلي والخان الخليلي والحاجات دي، او في اماكن كويسه قوي، وفي الأقصر وأسوان دكتور ساهي هواس التقينا دكتور ساهي هواس الأهرامات. نحن سعداء في اليابان لأن الهتارة الفرعونية، هتارة اليابان الساموراي، كتماء اليابانيين اشتركوا مع كتماء مصريين في بناء أهرامات في الماضي. الساموراي الساموراي اشتركوا مع كتماء مصريين. دي ما خدناهاش في التاريخ، اخذنا نحن في بلادنا. ممكن يكون كان في تعاون، لكن معنا في الاوبرا. الاوبرا الاوبرا طبعا مترو انفاك مصر. ممكن الاهرامات، قديمة حضارة ساموراي، حضارة الساموراي دي احنا قارين عنها كويس، والحضارة الفرعونية كويس، حضارة فرعونية قديمة. والحضارة الفرعونية دي بقى خاصة بالفراعنة، مش خاصة خاصة بالفراعنة. ايوه الله يرضى عليك، احنا خاصه بالفراعنه. يابانيين قدماء طبعا، في يابانيين قدماء طبعا، كل بلد فيها قدماء. لماذا تشهر سياقاتكم حينما تنظر الى نفسك مثلا وانت مبسوط حزين مبسوط؟ ولازم الواحد ينظر لنفسه يشوف نفسه اذا كان حزين ولا مبسوط، او مش بينظر الى نفسه، هو شعور الواحد بيحس انه زعلان مبسوط. انت رومانسي ام غير رومانسي؟ او رومانسي 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 من هنا لحد اليابان. فايف رومانسي؟ لا 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 500. هل ممكن تتسوق كنسية يابانية مثلا اذا احببت؟ اتزوج اذا احببت؟ يس ممكن. ممكن اليابان يابان سمول الهوب يسمع بوكيتات نو بروبلم نو بروبلم. يابانية يابانية أربعة يابانية؟ نو 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 واحدة يابانية. واحدة يابانية فكرت عن عندنا في هل يعنى أسأل سياساتكم سبات سؤال هل تعلم عدد سكان مصر 70 مليون؟ عدد سكان مصر 70 مليون. عدد سكان اليابان هل تعلم؟ هل تعلم سياساتكم؟ حوالي تلت العالم أعتقد. تلت العالم مظبوط مظبوط. سيادتكم عندكم معلومات عن اليابان. هل أن أخذ صورة في الصورة اللي هتردكم لكم أنا؟ أوكي هل؟ ممكن. عايزة صورة؟ أنا صورة أنا أعطي سيادتكم صورة. ويلكم ويلكم. تحتفظ بها؟ يس. ميرسي. انا وانا مصريه يا بنت يا انفع يابانيه وانا مصريه احلى. لا 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 تدفع في كل حاجه يا بنت يعني مصريه مصريه الطا كده يا حبيبي كده يا حبيبي كده الله ماشي يا ولاد اللذينة. ده ياباني ياباني يعني ياباني اصلي باش انا تقليد